لو الحكاية فيها إن فيتو استاذ روماتيزم بكلية الطب جامعة الأزهر في البنات. ممكن نعرف بتجمع الطب الطبيعي حضرتك كنا عايزين نعرف حضرتك في مشروع قانون الاستشفيات الجديد. طبعا كلية الدراسة في كلية الطب بتنقسم جزء أكاديمي وجزء عملي، هو الجزء الكلينيكي اللي هو بيدرس في المستشفى. فبحضرتك ان هو لما تيجي تقول ان المستشفيات الجامعية هتخضع لنظام تاني خالص خارج نطاق تدريس جوه كلية الطب، يبقى انت كده بتبطر العملية التعليمية، بتطلع طبيب يعني لا يعني معلوماته العلمية والتطبيق العملي لما درس له في الجزء الأكاديمي مبطور، هتطلعه ناقص. انت كبن يعني كشخص لما تحب تعيط لقدر هتروح لمين؟ هتروح للطبيب. طب الطبيب ده ناقص جزء عنده، الجزء الإكلينيكي بتاعه اللي انت حضرتك بطرت دراسته، يبقى هتطلعه طبيب ازاي؟ فطبعا ده ضد العملية التانية. النقطة التانية، حضرتك ككلية طب بتقيم فيها العملية أو بتقيم الجامعات بما فيها من أبحاث، فحضرتك كده في نفس الوقت كمان بطرت العملية البحثية جوه هذه الجامعة، ما بقتش أعضاء هيئة التدريس. ما أنت سوحت أعضاء هيئة التدريس حضرتك وطلعتهم بره وخليتهم تبع منظومة وزارة الصحة. ثانيا حضرتك المريض اللي بيجي لك بيجي لسبب، اولا هو عارف ان هو عنده استاذ على درجه عاليه من العلم هيكشف عليه، وعنده مستشفى على درجه عاليه من الخدمات الطبيه هيلاقي فيها الخدمه الطبيه معايا، وبالتالي هو حضرتك بيسمح لك انك تخلي الطالب يقف جنبك يسمع شكوى المريض ويتعلم في هذه الجزئيه. طب النهارده العيان مش هيجي لك، يبقى لا العيان هيستفيد ولا الطالب هيستفيد ولا انت هتقدر تفيد الناس بالعلم اللي انت اتعلمته. بس هي دي الفكره.